السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله هذا الفيديو هذا يلقاكم بخير وعلى خير إن شاء الله. إذا اليوم أنا نعطيكم تشوفوا صور تبع الكوكا اللي المورقة من غير عجين مورقة اللي طبقتها الأخت بسمة، هي متتبعة وفية عزيزة ليا وعملتها طبقتها وبعثت لي صور، وشوفوا كيف ما شاء الله نجحت معها، ونقول لك بارك الله فيك وإن شاء الله للمزيد من الوصفات. إذا اليوم أنا جبت لكم وصفة السابلي. السابلي هذا اللي يعني ما يخطاش حتى دار في الـ في الـ في الأعياد. أنا اليوم عملته يعني أشكال متنوعة من عجينة واحدة مثل ما انتم شايفين في الفيديو. قبل ما نتطرقوا للمقادير وطريقة التحضير، نقول لكم لأول مرة يشوف القناة بتاعتي ان شاء الله مرحبا بكم، لا تنسونا بالاشتراك والدعم والمتابعة، وان شاء الله نقول لكم فرجة ممتعة. إذن أهلا بكم ومرحبا في قناتي، قناة Healthy Lifestyle Kitchen. راح نبدأ في تقديم المقادير. أول شيء عندي زبدة 250 غرام من الزبدة. أنا هذا الزبدة تاعي يعني مالحة فيها الملح. عندي حبتين بيض، عندي كاس من الزيت النباتي، وعندي سكر، كاس من السكر انا عملت البني، وانتو اذا ما فيش عندكم يعني مش متوفر اعملوا استعملوا العادي. هنا عندي بشور ليمونة واحدة نبرشوها يعني بلا ما نقيسوا هذاك الابيض باش ما تجيش هذيك المرارة. عندي هنا ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام، وملعقة من الفانيلا، ملعقة صغيرة يعني، وعندي ملعقة صغيرة من البيكنج سودا. واللي مش متوفر عندهم بيكنج سودا يعمل العادية. وهنا عندي الدقيق حسب الحاجة. اذا مثل ما انتم شايفين راح نبلش بالزبده. مثل ما قلت لكم انا الزبده بتاعتي يعني فيها الملح، فمش محتاجه اني نوضع نضيف الملح. بعدين نحط البيض ونحط الزيت ونحط السكر وبحط الفانيلا وبشور الليمون ونخلط كل شيء مع بعض حتى يتجانسوا كلهم مع بعضهم ويتغير لونه ويصير يعني لون كريمي فاتح يعني ابيض تقريبا مثل ما انتم شايفين. هذا هو القوام اللي لازم نتحصلوا عليه. وبعدين هنا راح أبلش أني أضيف الدقيق تدريجيا يعني حتى وبعدين الخميرة الكيميائية وحتى نتحصلوا على عجينة السابلي مثل المعتاد ومثل ما نعرفوها. إذن هذه هي العجينة والقوام بتاعها اللي لازم نتحصل عليه، يعني مش طرية كتير كتير ومش قاسحة يعني. هذا هو لما تمسكيها في ايدك يعني مش راح تلصق يعني راح يعني تتنزع يعني بسهولة.
اذا هنا مثل ما انتم شايفين راح اعمل حربوش كبير، يعني راح ابلش في تقسيم العجينة، اقسمها على 4 مشان اشتغل بقطعة صغيرة مشان يعني ما تصعبش عليا. ومن بينهم راح اعمل قطعة اعملها بالكاكاو مثل ما انتم شايفين، وراح ابلش في عمل الاشكال تبع العجينة، وتابعوني. اذا هنا مثل ما انتم شايفين راح اعمل حربوش هكا مثل ما انتم شايفين، وبعدين قطعوا يعني على قياس، يعني قد يعني مثل ما انتم شايفين هذا هو القياس. راح نعمل هذا اللون بالشوكولا بهذه الطريقة هذه، بعدين نحطهم في صينية الفرن، وبالطبع تكونوا جهزتوا الفرن يعني شغلتوه في على 180-170 درجة. وبهذا كملت ال تبع الشوكولا، ونروح ناخذ قطعة وبعدين نفردها ونعمل أشكال كما مثل ما راح تشوفوا هلأ بالفيديو. وبالطبع لازم دايما يعني تحاولوا انكم تستعملوا الكيس البلاستيكي، لانه هو فعلا 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 يعني بيساعد كثير على انه العجينة ما تلتصقش وتتبسط، يعني لما تبسطوها تتبسط يعني رطبة مثل ما انتم شايفين، يعني هيك احسن ما شاء الله تجي، يعني العمل تبعها يعني كثير سهل. إذن مثل ما انتم شايفين انا عندي اشكال هذو، شوفوا انا راح انزع هذا الطابع مشان يجيني سهل اني اشكل الدوائر، وبعدين بعمل الطابع اللي شلته هذاك اللي في الوسط الابيض هذا، يعني نضغط عليه مشان يطلع الشكل بتاعه يعني كثير جميل، لانه اذا كان عملتيه في هو بالدائره هذيك البنفسجيه يعني راح تلتصق العجينه، راح تلتصق جوا، فهو من احسن انك يعني تشيلي هيك وتعملي مثل ما راكم تشوفوا في الفيديو. وبهذا انا اكون كملت، راح نحطها في الفرن حتى تستوي ونكمل بقيه اشكال الحلوى بتاعتي، وخليكم معايا. هنا مثل ما راكم شايفين غيرت رأيي، كنت راح أعمل هذوك الأشكال اللي فرجيتهم، فقلت يلا خليني نعمل شكل بتاع السيليكون يعني نغيره الأشكال هيك مثل ما انتم شايفين، يعني يمشي سهلة. وهذا لما توضعوا هذا القالب تبع السيليكون وضعوه لما تحطوه في صينية الفرن، حطوه على يعني اقلبوه، يعني هذا الوجه اللي انا عم بضغط عليهم هو اللي تقلبوها على الصينية. اذا بهذا الحلوة تاعي استويت كلها، لهنا عندي الفول السوداني واي مكسرات متوفرة عندكم. انا حبيت نعمل الفول السوداني لانه هو لذيذ، وجوز الهند مبشور، جوز الهند وهالسبرينكلز الحلويات هاي الملونة. التزيين يبقى اختياري، كل واحد كيف يحب يزين
الحلويات بتاعته. شوفوا كيف هذه الحلوة تقسمت لي، يعني على قد ما انها يعني طرية، شوفوا كيف يعني تذوب في الفم، يعني ما شاء الله جات طرية بتشهي. يلا انا نخليكم مع طريقة تزيين وتابعوني حتى الاخير، ونجيكم في طبق التقديم كيف تشوفوهم جاهزين. اذا هذه هي مثل ما انتم شايفين الحلوة بتاعتي جهزت، صابلي اللي ما فيش اي دار اي منزل يعني ما يعملوش الحلوة هذه، وانما هنا التزيين والاشكال تختلف من كل واحدة لوحدة، يعني كل واحدة كيف بتحب تشكل حلوتها وكيف بتحب تزين حلوتها. اذا يعني هذه هي حلوتي تاع اليوم، حلوة العيد. ان شاء الله العيد ينعاد علينا بالخير بالخيرات والمسرات وبركة الرحمن، الله يتقبلوا منه ومنكم ان شاء الله بصالح الاعمال، والله يغفر لنا ويغفر للجميع يا رب. اذا عجبتكم حلمتي تاع اليوم ان شاء الله ما تنساوش باش تدعموني وباش تشتركوا في قناتي اللي مش مشترك فيها، ونقولكم في رعاية الله تعالى وحفظه، وإلى اللقاء إلى وصفة جديدة أخرى. السلام عليكم.